بخ. صباح الخير يا مدلل، صباح الخير لكل مستمعين أحلى صباح، صباح الخير لكل نفر على هذه الكرة الأرضية عم يسمعنا، كل شخص عم يسمع هذه اللحظة من أحلى صباح. لحظة مهمة بعمرك وبعمرك، لحظة مهمة لتحكي فيها مع نفسك، لحظة مهمة تدخل إلى أعماق 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 أعماقك، إلى جذورك، إلى جذورك عزيزي. ما هو إذا بدك تصلح من برا نظف من جوا، ما بدها اتنين يحكوا فيها، بدهاش فكاكة. فعزيزي اللي عم تسمعنا اليوم، قربوا لنجتمع كلنا هيك حد بعضنا. كنت بالسيارة، كنت لحالة، كنت بالجيم، كنت بالشغل، كنت عم تتمشى، وين ما كنت وكيف ما كانت حالتك، منسدح، واقف، قاعد، على راسك، مو مهم. بكل حالاتك عايزينك في كلمتين كوتش. صباح الخير، صباح الورد، صباح الجذر. صباح الجذر داخل الجذر، الجذر اللي هو جسمك، والجذر اللي هو الطبخة اللي داخل، اللي هي أعضائك، جيناتك، أمورك، حسيسك، الأنرجي حقتك. صباح الجذر، صباح الجذر، هاي هي البداية. وحنطلب من المستمعين اللي عم يسمعونا اليوم، أنا ليه ما فاتحة لايف؟ افتحي. لازم افتح لايف، بس لازم يجيب لي الماسكيرا. المهم كوتش، نعم، اليوم رح نطلب المستمعين كمان اللي عباله يسأل بمواضيع تانية مختلفة معهم هذه العشر دقائق معاكي على 011-26-89-122. لكن انت عندي كلمتين راس مع المستمعين، تفضل. احنا حابين نحكي اليوم على جذور كل المشاكل، اوكي؟ طبعا احنا ممكن نسميها او نصنفها تصنيفات مختلفة، عندي مشكلة مالية، مشكلة عاطفية، مشكلة نفسية، كل اللي بتصنف الى اخره، اوكي؟ بس شنو الجذر المشترك لكل هاي المشاكل؟ وطبعا لما نعالج الجذر شو راح يصير؟ كل شيء اخر راح يتعالج، صح؟ صحيح. فلهذا دائما احنا بدل ما نلتهي انه نعالج القشور او الفروع، رأساً نروح على الجذر ونعالج الجذر. فإذا نريد نختصر جذر كل المشاكل شنو هو؟ feeling of separation، شعور الانفصال عن حالنا، شعور الانفصال. انفصال شنو معناتها؟ لما أنا أعتقد نفسي منفصل عنك، وإنه أنت شخص منفصل عني، فبالتالي لما أنا راح أقعد وياك، فلنفرض إنه أنا دا ألتقي بيك لأول مرة، أوكي؟ إذا أنا دا أنظر لك أوريدي على إنه أنت شخص منفصل عني ومختلفة عني، فأوريدي أنا كونت حقل طاقي بيناتنا، دا أنظر إنه أنت منفصلة عني ومختلفة عني، وبالتالي بعمرنا ما راح نقدر نسوي علاقة بها انسجام وحب. راح تكون العلاقة نفسها غير صحية، لأنه أنا أوريدي دا أنظر لك إنه أنت منفصلة ومختلفة، أوكي؟ لكن لما أنظر بأنه إحنا بالنهاية إحنا كنا من مصدر واحد، صح؟ صحيح. يعني إحنا كنا من الله، صح؟ صحيح. فلما دا أنظر لك بأنه أنت امتداد لنفس الشيء اللي أنا منه، أوكي؟ فإذا إحنا كنا واحد، وراح أركز على نقاط اللي تجمعنا سوا، مو النقاط اللي إحنا مختلفين بها، وإنما الأشياء اللي تجمعنا. يعني مثلاً إحنا اثنيناتنا فلنفرض موظفين نفس الشركة، اثنيناتنا ممكن يكون عندنا هدف مشترك بالحياة، إنه إحنا دا نساعد الناس، بس كل واحد بطريقته، أوكي؟ فلما أنا دا أنظر على إنه أنت أنا وياك من أصل واحد، ماكو انفصال، وأركز على الأشياء اللي تجمعنا، فبالتالي علاقتنا راح تكون بها انسجام، وراح نقدر نوصل احنا الى علاقة صحية مع بعض، بغض النظر شنو طبيعة العلاقة، كانت صداقة، زمالة، حب، الى اخره. ونفس الشيء بالنسبة للمشكلة، اي مشكلة او اي ظرف يصير، اذا انظر له على انه هو خارج عني، فاذا انا مدى احس بانه عندي ارادة او قوة على هذا الشيء، وإنما دا أنطي هذا الموضوع قوة علي.
أوكي؟ فبالتالي ما راح أقدر أعالجه. طالما أني أنتظر أي شيء بحياة، إذا أنتظر شيء من الخارج فإذا أني راح أحس بأنه عندي نقص بالداخل، وأنه أني ما عندي القوة الكافية للحصول على هذا الشيء أو لحل المشكلة الفلانية. أيوة، هذه هي الانفصال. بالضبط، هو هذا الانفصال. لكن لما أدرك بأنه مثلا المشكلة أو الظرف الفلاني تكون نتيجة شيء في داخلي، سواء معتقد أو فكرة، أو أنه أنا محتاجة أختبر هذا الموضوع حتى أتعلم وأرتقي أكثر، فبالتالي أنا إذا أنظر على أنه هاي الأشياء ده تصير امتداد من داخلي إلى الخارج، إذن وين القوة؟ وين السيطرة؟ موجودة بالداخل. فلما أنظر لكل شيء على أنه هو جزء مني، طب لكن الواقع هل جزء مني ولا بس عم نحكي أشخاص؟ لأنه أنا إذا أخلق الواقع مالتي عن طريق أفكاري ومعتقداتي. طب بركي واقع أنا ما ذنبي فيه. لا، مثلا لما نقول ما ذنبي فيه، هو شنو القصد؟ انه يعني يعني مش انا الكنترولر بالموضوع، الحياة بشكل عام. اي، هاي وجهة نظر، لكن وجهة النظر الاخرى اللي احنا نحكي بها انه احنا دا نخلق الواقع في كل لحظة. طريقة تفكيرنا بالواقع الخارجي، طريقة نظرتك لهذا الواقع. يعني مثل ما قلنا، اذا الناس اللي مدمنين على الدراما مثلا، او خلينا نقول انه لما يصير موقف بالتصنيف الخارجي هو يعتبر سلبي، لكن هاي وجهة نظر. اذا اجي انظر له من وجهة نظر اخرى، راح اعرف استغل حتى المواقف السلبية في صالحي. بالنهاية كل شيء طاقة، حتى الطاقة السلبية، طاقة الغضب. يعني الشيء اللي انا مثلا دا اعلمه للناس هاي الايام، بما انه اكو انتفاضات وطاقة غضب وهاي الموضوع، اوكي، هي طاقة بالاخير. صحيح. فهاي الطاقة راح أخذها وأحولها إلى حب وسلام، بدل ما أظل أنه أنا رافضة. الرفض راح يولد رفض أكثر، الغضب يولد غضب أكثر. أوكي، أنا أقدر أوصل صوتي، لكن عن طريق أنه أنا دا أحول طاقة الغضب إلى طاقة حب، إلى طاقة نجاح، إلى طاقة فرحة وبهجة. أقدر أوصل بها أيضا صوتي، لكن بأسلوب ما يضرني ولا يضر أحد. أوكي، فلما نتعامل مع الكون على أنه هو ذبذبي وطاقي وليس قيمي. أكو هواي ناس تعتقد بأنه الكون قيمي. طيب، هذا الإنسان كويس لازم أنه هو يحصل على الخير، هذا الإنسان مو كويس لازم يحصل على الشر. هاي في حالة دا أحكي قيم، لكن لما أحكي طاقة وذبذبات، فإذا إحنا دا نخلق الواقع حسب الطاقة وذبذبات اللي طالعة من عندنا. هاي هي لغة الكون. أوكي، لما أفهمها راح أعرف شلون أتحكم بيها، راح أعرف شنو الطاقة اللي طالعة من عندي، تركيزي وين، شنو الشيء اللي دا أغذيه، هذا اللي راح أشوفه في المستقبل. فإذا أنا اليوم دا أخلق باكر، وهكذا عن طريق الأفكار، المشاعر، المعتقدات اللي أملكها. أوكي، هي هاي اللي دا تخلق الواقع. فإذا مثل ما قلنا أنه إحنا شلون ننظر للأمر، هو هذا اللي راح نحصل عليه. فلما أنظر له سلبي راح أحصل على نتائج سلبية، لما أنظر له إيجابي راح أحصل على نتائج إيجابية. طب هذا الكنترول اللي بدنا نجرب نعمله، له تمارين معينة عشان الواحد يعني عد للعشرة قبل ما، لأنه أحيانا بتقولي لا 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 لا، في بعض الحركات بتساعدنا نطرد الأفكار السلبية اليوم، أو طريقة نظرتنا أول ما أشوف أنه الشغلة أنه بلشت أتعامل معها بطريقة عم بتضرني، بعدم تقبل، بإنفصال مثل ما قلتي. كيف ممكن أرجع نفسي وأساعد حالي أنه أنا، لأنه هو كله بده تدريب. صح، أكيد. أنت منك بمجتمع مثلا أكيد علمك أنه أنت، والله مع أنه دينك علمك صراحة الأمانة، بس نحن دايما عنا تمرد على بعض الكلمات الإيجابية، ومع الوقت شوف شو صار فينا. يعني أكو هاي المقولة الجميلة للإمام علي لما يقول: أتحسب نفسك جرما صغيرا وانطوى فيك الكون الأكبر. هاي أكبر دليل على الحكي اللي دنقوله، أنه ماكو شيء منفصل عنا، الكون كله موجود هنا أنا بالداخل. فلما أنظر لكل شيء على أنه هو جزء مني وأني جزء منه، بالتالي ما رح أحس شعور الانفصال وفقدان السيطرة على العلاقة أو على الموقف أو على شخص معين. ما
بعد الفاصل. شي غلط والكون ماشي هيك، في ناس بتحس معك اني بيكونوا عليك. في شي غلط والكون ماشي هيك، في ناس بتحس معك اني بيكونوا عليك. بتحن وبتشتاق للي بيجرحك، بتحب تسكن قلب منو مطرحك، بتغار علمان وإيدك وبتنسى يلي ناطرك. إنسان شو اللي غيرك؟ في شي غلط، في شي عايش عم ترسم دمع بعيون اللي حبوك، وبتشعل سنينك شمع بليل اللي نسيوك. بتعيش عم ترسم دمع بعيون اللي حبوك، بتشعل سنينك شمع بليل اللي نسيوك. والورد يلي عطرك عم تقطفه، والقلب يلي بيغدرك بتوالي فوق. بتغار علمان وإيدك وبتنسى يلي ناطرك. إنسان شو اللي غيرك؟ في شي غلط، في شي القناعات وكتير من الأمور، وبنرجع لنفس
النتيجة مستمعينا الكرام. كل شيء ببلش من عندك صح، من قناعاتك، من طريقة كيف أنت بتشوف الأمور، كيف بتفصل حالك أو بتقرب حالك من الواقع، كيف يعني بتحكم على الواقع والآخر، وكيف بتعطي أعذار، كله ببلش منك صح. فاليوم عندك سؤال للمستمعين بعد اللي حكيناه كوتش، شو حتسألي؟ يعني مثلا خلينا نقول آخر موقف بنظرهم كان سلبي، خلينا نجرب هسا ننظر له من زاوية أخرى ونشوف شنو الأشياء الإيجابية اللي تعلمناها من هذا الموقف. 011-26-9-122 هذا هو السؤال عزيزي. تعالى شوية ميكانيك للذات، شوية ميكانيك من الداخل، معلش شوية بويا وهيك وتظبيط وتزييت وقصص، بدك شوية ميكانيك بعد رمضان. المهم السؤال هو آخر موقف سلبي تعرضنا له، اليوم رح ننظر له من زاوية أخرى ونشوف شنو الأشياء اللي تعلمناها من هذا الموقف. صفر 011-26-9-122 أبو راشد وش سويت بموضوع القرض؟ أي قرض؟ قرض الصندوق العقاري للي فوق 50. يا بنت الحلال خبرك قديم، المبادرة انتهت وخلصت. أبشرك سهلوها أكثر ومددوها، لا وزادوا فيها منتج البناء الذاتي، يعني تقدر تبني بيتك بنفسك بالقرض الأساسي والإضافي. الآن مددنا مبادرة المدنيين اللي فوق 50، تقدم بطلبك عبر تطبيق المستشار العقاري أو بزيارة أقرب فروع الصندوق العقاري أو سكني. هناخد أول تجربة مع المستمعين على 011-26-9-122 قبل ما نختم معك يا كوتش. طلبت من المستمعين اذكر لنا آخر موقف اعتبرته موقف سيء، حننظر له بشكل مختلف وبشكل إيجابي، يعني أو آخر مشكلة اعتبرتها مشكلة. 011-26-9-122 ألو صباح الخير. صباح الخير. نتعرف عليك، أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك سلطان أبو شهد. تفضل يا سلطان. هلا أبو شهد. هلا الله سلمك، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. يلا عم تسمعك الكوتش. أوكي. آخر آخر شيء اعتبرته أنت مشكلة أو سلبي، ذكر لنا الموقف. سلبي إنه يعني مش مشكلة، بس إنه فيه الناس تفهمك غلط، إنه أحيانا لما تكوني طيبة تكونك بادري، تكوني في مجال عملك يعني بوزيتيف، يعني ناس لا تفهمونها اني جاي اكل الجو، يعني خصوصا مع مثلا موظف جديد في اي شركة، فقليل من الموظفين اللي يتعاونوا معه ويحسوا انه بالعكس انه شخص مجتهد. انا ما جيت نافس ولا جيت ابغى اتقرب المدير، انا ابغى اعمل عملي. وبالفعل حصلت لي طبعا، بس مو يعني في عملي الحالي، في عمل كنت في شركة ما راح أذكر اسمها، والحمد لله بعد فترة استوعبوا وصاروا كلهم أصحابي بشر الحين، يعني لما عرفوا يعني النوايا الحسنة. بس شو رأيك كوتش؟ طيب شنو اللي تعلمت من هذا الموقف؟ تعلمت أنه أول ما تجي أي منظومة للشباب، نصيحة
خذ العملية بالتدريج، حتى لو كان عندك مهارات يعني زيادة، لغتك، طريقتك، حاول أنه تأخذها ستيب باي ستيب، لا تبدأ بقوة إلا لما تكسب يعني أصحابك في العمل في طلعات مثلا كافي في البريك. خلي أنا بعيدة عنك أبدا، لا تقول أنا، خلي عملك، خلي إخلاقك هي اللي يعني تحكي عنك بالضبط. فأنت تحس بالنتيجة أنه هذا الموقف قواك صح؟ إيه بالعكس، يعني لما شفت النتيجة أول شيء انصدمت، بس أنه يا ناس لا تتوقعوا أنه لكل اللي يمشوا على الأرض ملائكة، إحنا كلنا بشر وكلنا بنغار وكل والكمبيتيشن موجودة، بس الكمبيتيشن لازم تكون الإيجابية بالتعاون، مش اللي أكون ضد النجاح وأحسر لصاحبي وروح أتكلم عنه. أتعلمت أنه ما يصح إلا الصحيح في الأخير بس. صحيح، وأيضا ممكن نتعلم بأنه إحنا نعبر أصلا عن أفكارنا وعن مشاعرنا بطريقة منفتحة صح؟ يا سلام. أيوة بس هذا هو. أنت معليش أنا ما حضرت الحلقة من الأول لأني جالس في الجيم عامل رياضة. أنت كوتش طبعا، طبعا اجتماعية ونفسية صح؟ أي صحيح، ما شاء الله عليك لايف كوتش يا أبو سلطان، بس أنت والله لايف كوتش بزيادة بعد، ما شاء الله عليك. الله يعطيك الصحة، وكفي كفي كفي بالجيم، برافو عليك. يلا حنظبطك بشوية أغاني للجيم. ألو صباح الخير. ألو نتعرف عليك. صباح المبتسم، أهلا وسهلا يا بسام. يلا معك الكوتش. يلا يا بسام، أنا بس حبيت والله أصبح عليك وعلى الكوتش، وأني أموت بالعراق وأنا فدوة للعراق والعراقيين. الله يسلمك، تسلم. ما في ولا موقف يا بسام انت حولته الى ايجابي كان سيء او كان مشكله؟ بصراحه انا هلا لا طلعت على السياره، ما كنت معكم من البدايه في الموضوع. سؤالنا كان انه اخر موقف مثلا برايك كان سلبي، بس راح ننظرنا من نظره اخرى ونشوف شنو الاشياء اللي تعلمناها. حسب دواد أتذكر لك يا عيوني. ليه مش إني كمشي بس أنت رغم الظروف مبتسم، وبسام المبتسم رغم كل الظروف. أنا مبتسم صح يا سيسي، أنا هو بيستعمل ابتسامة رغم كل الظروف. شو رأيك بهذا التكتيك تبعه؟ طيب هذا التكتيك تمام فعلا يعني، والحمد لله ما تعرضت لمواقف سلبية، يعني ممكن حاجات بسيطة وما تعلق معي بالذاكرة، يعني ما أحب أحتفظ فيها صراحة. يعني المهم يعني أنت تنظر لها بطريقة أخرى بحيث أنه تبتسم صح؟ أبتسم نعم، أنا أي مشكلة ببتسم لها والأمور تنحل إن شاء الله. تنحل دائما أكيد. طب شو رأيك بالناس مثلا اللي عندهم مشاكل من نوع آخر، إنهم عندهم حالة مرضية مثلا وهن مش قادرين يتقبلوا مثلا أو يتعاطوا مع الشخص المريض اللي بحياتهم، بما أنه نحن بشهر التوعية، كيف نتطلع بهاي المشكلة؟ في بحياتنا مريض وهذا المريض علاجه طويل وعلاجه ممكن يكون بارت منه بإيده هو، وأنا عم بتفلفل نفسي هو مثلا يتمسك بالحياة أكتر. شو بنعمل نحن بهيك؟ طيب هنا تجي المقولة السحرية اللي دائما أرددها، اهتم ولا تنهم. شنو معناها؟ يعني سواء أكو شخص مريض في حياتي، شخص عنده مشكلة، بلدي في مشكلة، دائما أنا شنو الطاقة اللي دا تطلع من عندي تجاه هذا الشخص أو هاي البلد؟ إذا أنا انهميت فبالتالي طاقة سلبية دا تطلع من عندي دا توصل هذا الشخص أو البلد، فأني ما دا أفيدهم بأي حال من الأحوال. لكن لما أهتم، يعني أنا مهتمة لأمر هذا الشخص المريض لكن مو من همه، أنا مهتمة لأمر البلد لكن مو من همه، بالتالي طاقة دا تطلع من عندي هي حب وتقبل لهذا الشيء، وهذا الشيء دا يساعدهم، يساعد الشخص المريض على الشفاء ويساعد تغيير حال البلد إلى أحسن، لأنه دا أرسل لهم طاقة حب تساعدهم. والله ختمتي يا صاحبي. والله تحيريني. شكرا كوتش علا، تابعوا على حسابها على الانستغرام كوتش علا اندرسكور عولا اندرسكور ولا دوت اندرسكور AULA. وكمان عندك على التليجرام، على التليجرام قناة خاصة بس كتبوا علا شوقي تطلع لكم. أبدعتي. شو المثل مرة تانية؟ اهتم ولا تنهم. اهتم ولا تنهم، كلام كبير.
مثل الشخصية اللي حيغنيها هلأ أو يغنيها لعمرو دياب. تغيرك تخلي